حمام يدين. يلا 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 الحمام كدر الله وما شافع للوصل الهمام عزت إلى المفارق كل ما لاح بارك الهوى جيس غارك يا عرب ما يرام يا ابو كفه نمحنا ليت الغياب امتحنا للوصل يلا يا الصقر بديت كنا امشي في الصحراء يا اخوي وصلت خلاص ليش ليه ماخذ الجو ناقه وصحراء و... يا اخي جوك لا تخرب يمكن ايش تبغى هذا ثاني ايش تبغى عطنا برا عطنا برا الثاني تبغى دي لا لا خلي كل اللي تبغى دي والله اني شيء كاسبي والله انا يعني لا لا تخربون فروتي صقري في برات في برات فاضي ما ادري والله شباب شباب العزبه صحتك العزبه في العزبه في بير في سطل لا لا في براد في هنا والله ما ادري يلا يا ناصر دلال ها دلال شمس كنت تكفى تدز العزبه فيها براد لا الدنيا والله ما فيها والله شفت شيء في طريقك وعجبك خبزه خبزه نصفها 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 لا لا بعد دقيقه دقيقه ما ينفع ما ينفع ما ينفع يا اخي هذا الرجل والله العظيم لله دره ايش تسوي سوى انت كيف كذا تعلمت؟ كيف والله بطل الخبز عشان يكفيك ومكفي الخبز انا اشهد بالله انك حكيم من يومك يا ابو راشد يعني والله ما من يوم ما تعرفت عليك بس اذا لك يا اخي قرب الساعه 5 خلاص ابو وشي اي بالله فليها هاي انا بدي اخشمك العزبه يقول ما عندنا خبز يسوي كذا اي هذا يوم يكون يقل يلا يا ناصر كل وضع يلا يا ناصر وانت تبله يا ناصر ماني بقايل يا ناصر ابو صقر حياك الله ابو صقر نيب نيب سقى الله زمان راح ولا ظنتي بيوت لا والله فرحنا وجه الخير صدق والله اعوذ بالله تعودنا شيطان انت انا قلت شيء يا صاحبي سمعت مني شيء رجال والله معك عنا انا كنت اقول كيس كيس عشان نسوي منها رجال بعدين حطها في لو ملك خمسة انفار كان الدنيا بشر منو لا لا تشق يا حبيبي لا يلا انت صلحك يا الله الواحد نوع يا سمي الحركات سلطان ثانكس طيب اعطيني قوة اعطيني قوة شيخ الشيوخ شوي بس شيخ الشيوخ زوم نبلغ الشيخ بالسالفة ابو صقري ها صقري فين كاسي هلال هلال اركض يا ولد هلال هلال اثنين كاس صب صب اخ محمد ما جاب لا انا والله اللي حتى في تدري ايش في المقصى نقصان ما نحر القعود بس تعزيز رجل ما تبي تكون زين مرض مرتي فيش الرجال عذبه جعليم تكفى يا هلا لا تحرك سلم يا هذا اخرتها عسل طبيعي سلم اوه قوة الرجال فيه وش مقول صراحه لا اسم جبل يا رجل ما اطعم شيء هو في سكر وما في سكر بس عادكم بعد في شوط ال شوط التميز ها؟ لا تجديد تجديد فيه العافيه فيه العافيه الله يعافيه الله يوقع في القدر علمت مسافه اللي يدرب اخوك في ديور لا والله اني وقع في الصينيه والله اني لا اراه بعد التدريب خير فعل اخوك خير فعل تعزيل بعد اكلها مده 3 ايام صلب القعود صلب لاني ضحكت لا ما ضبطت لا ضيعت الساعه يا ولد جبه تبي حاجة أبو يا أبو راشد وشو ولا شو سلامك سلام 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 في 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 ما تعيدها ولا لا والله ما في سعاد طيب ما تجي مثل أول مرة هلا ظريف شو يقول بانت عنده بكوميدي السعاد هي تجي مثل أول مرة ولا ما تجي يا ما تجي على حسب صحيح لا إذا كان الجو رايق وصباحي سلام مو بنا
من ذي ها؟ بعد هذا كم رجل منه؟ ساير ايش جابنا؟ ها؟ ساير ايش جابنا؟ وين؟ ليش استطاع؟ انا قلت احس جايبين نص من الحفله ايوه شغل عدل انا احس من القمر انزل عنده اب والله عينك كذا ترى ادخل تحت النخل لا اذكر انا ادك على خشمك انت طول من النخل ما شايف انت ما شاء الله والله النخل تقول انا استخبي تحت نفسي انا استخبي نفسي احمد الانسان سلطان يوم قفلت مع الدنيا قلتني يا زمن يوم قفلت مع رقبة النخل قلتني مدري النخل طالع فوق ترى لو تسأل أحمد أسامة تقول ما الفضل من هو له لا الله ثم دين خله أشهد اللي شهرته تدري وين بديت شنشيرته فيه؟ على الخله تقول يقول لي مثل النخل كفلك يا الخبيه ويجيب لك كم هذه المجل علي فلان انك تعزل يا مجل والله تاخذ على لبل المدح هذا والله انه عسل يسوي جو لحاله حبيبي ردا للجمال اللي بيننا المرشد القادم طبعا فهد والله ان صوته بطل مين بالله اني كنت رايك كلكم في دورة المياه وذا برا وش اللي بالصوت انا جاي في بالي قلت محمد الحارثي ولا منه طبعا شل مهمود موال لا شلال لا تقصدني انت موال ها متى الكلام ده امس صح لا عرفت مود محمد مواويل انا مالي شلال انا مودي مو موال موالي اسلم ابو مشاعر قلت له ذا طلع قلت له انت اللي تشل قال انت مودك يا خالتي ما شاء الله والله نشهد على صدري والله صوتك بطل والله اقسم بالله لا لانه قال الحاله شيل الحاله يبدا جات من قلبه اقسم بالله انه صادق وربك على انا اقدك بالحاله ترى تبدا وتجيب الحان انا بالحاله الحين جت القصيده رب الحاله بدي الحن العب عليها العب لنا وزنا لا راح عندي تجيب الحين اضيعك يا ولد اضيعك سبحان ما ادري هل من اللي قدامك الشخص ترى انا عندي شلات ابو مشاعر والله بسيط بس انا قليل تلعب على اصابع 4 5 بس بدي كلهم جديد مضيعين شلات انا بالله شاك بعضهم والله حاليا ما عنده شله واحده ما عنده شيل كتاب فيه شيل كتاب عندي شله بعضهم داخلين ما عنده حتى واحده شله واحده ما عنده بس بتحفظ ابيات كذا بيت اوكي بيتين وبعدين لا هذا عادي خلص يوسك الرابع كافة بها عطنا شيء على جوك عليه. ترى بس اسم دورة ثانية. أبو صقر مصف. تبي تحلى وعمى. فهد تقبل منه أي شيء. دايل أروح عن الشيلات. تقبل منه أي شيء. أقسم بالله العظيم إنك. قدام الله خلاص. بس يوم جيت أنت. سلطان يروح على المشي. الدبل الحب ده صار مليون في المية صار 700%. وهو وش يسوي؟ وهو شو يسوي؟ هو اللي يوم جاملات. لا ورب عندك متزوج. بس اللي يروح. غصب لا أنت تروح على يدك. ولا الشرف انا زوج بعد شفت والله الشرف نبقى قلب هذا الرجال يا رب ايه شفت انت لو تروح مجال كذا اشهد انك تخيل هو في عمل تخيل حتى لو خدمات لو ترفس راسه في الدار راح يكون اول عمل راح يسوي زي كذا في تاريخ شرف اقول يعني يمدح الرجال تبدع يقول ايش صك الله في الدار تخيل يا ذيب يمدح خلنا المنتج اصدقائه وطلعنا اهل شايب مو من جد صوت ليش صار والله عندنا نخله جنب البيت ما تسويش كذا انا خلوا نستعمل زي قاعد علي الله انك صادق يا فهد نير طفشان تكفى يا اخوي تكفى ابشر بي انا قدامك انا بدي اوجهك تكلم يم بكره يا صقر يا رجال انا بس عدل تزوجني وايش؟ سلمت تعز زيتونه ذيك زيتونه ايوه عرفتها كان هنا زوجك اياها فهمت؟ هو متزوج ها؟ لذلك هذه ما هي بطربيه ترى اتكلم والله هو مكتفي عطني كتير ربي يخليك بنيتي اللهم امين وعقبك فرحان يا عمر نشوفها ان شاء الله قريب باذن الله وانت على قولتهم فرحان جايك الخير سلامتي وسلامتكم جميع وسلامه اهاليكم ولا احد منكم ينقص باذن الله امين يا رب اللهم امين
جعل ربي ما يغير علينا. قلامين قلامين يا ربع، جعل ربي ما يغير علينا. اللهم جعل ربي يتم فرحتنا وسعادتنا. والله يجمعنا على العز والطاعة. آمين يا رب العالمين. أظن الناس تشوف الشخص ده لا مبتسم يضحك دائما ويلعب ويحمل الشخص ده ما فيه لا هموم ولا مشاكل الشخص ده ما ادري يعني ما ادري شنو ما يعلم بل الله لكن قدر ما يستطيع وده يسعد الناس انا شكيت والله العظيم ودي انك تعطيني انت على جوه جمل واقف يا دكتور اللهم بيت بيتين زيدك يا حليف يا رب انا حاجه ما تصعبها كل ما اشوفه متذكر زب اتذكر البر كان كاني اشوف يا ولد تتذكر ايش اول شيء عزب عزب العزب خيب اتذكر اللي اشوف اللي قدامي ذيب رايد عيش جو ربابه لا اله الا الله الله عليك الله عليك ونعم ولك سوى اكشن اخوي ولد يا ولد ولد اي خلاص لو بنقطع العزبه بس عدد تسوي اوفر زياده باقي شوي تصبغ الذيف الجبن بتاكل ايش فيك كذا خبز هنا موجود خبز زرقاء وش خليه بيتك بيت ارعب تعال تعال وقدر الله وافطرنا ونسيناك لا 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 ابشر بالخير وانا ولد ابوي ابشر بالخير اشهد انك مطلع خير داخل كانت تبي زياده اي والله لا تقول تفضل تفضل والله ما عاد حالك الا 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 جبن وقدهم قدهم نعمه وخير معبط من 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 جلاب الثوب حق ذيب من الخبز الزرقاء من الخبز الازرق والله بيذي وانت عارف انكم خلصتونا والله يقول لك قدر الله واجتمعنا هذا قدر الله وخلص الفطور انا اشهد ها عقبه ما خلص الفطور يقول لك من سبق لبق لما خلص الفطور عقب ما يخلص الفطور طلعوا شيء قدر الله افترق الا خذه معك انت لا سامحك قدروا شيء لا سامحك الا نعم برا معك انا ما ضربتك مره انت قاطعت اثنت كذا خذي لا تنسوا صدري هذه يا رجل صقري دي تعور والله ما تعور لا هي دقه ما تعور هو تدري ايش يسوي تدري ايش يسوي هو جالس ايه ايه حبيبي مين ولد ده خبيث يعني مثل اللي يسوي بك كذا امسك شعرك شده بقوه يقول لك لا 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 شعره ما شاء الله تبارك الله لا 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 وش حسبت انه لا تخرب يلا ناخذها عرض شوف وين يستاهل حق شعره لا بكره بعيد بكره بعيد سالمني يا بادر لا والله العظيم يا رب والله عادي عادي يعني والله والله قول ما مزعل احد كذا اي احد لا هذا الجو اللي انا اللي امره في عمل جاي جدا طرب نفس المود وتكبرني الطنق هذا هي مفاجاه المفاجاه اجي اشطح مع هذه قنبله ال ادري انها قنبله ال طرب طرب في حاجه في النص مقصدي الله يسر امرك ويوفق عمرك ان شاء الله ممكن انه ايش قرار ممكن لا اجي انا بطبع اجي طيب ما سمعت شيء ما تكبل خلاص سمعت شيء تحاول تتهرب يعني علي علي انا احترم الشيء نهائيا ما تهرب طيب ها بس انا قصدي يلا عن اذنك يلا لا والله عن اذن اوه ذا زياد الشهري صدق انا ما فهمته هل هو مجلس نقد ولا وشو عن اذنك موقع ما فهمته والله يوم الدل ابو علي لا بس موقع حواري جميل حلو بس خلاص نقد أم عن إذنه يا أخي ضحك اليوم يقول فند فند فلان أنت مثل اللي زبت كذا والله يا أخي أنا اللي يسوي لي كذا بضحك أوكي يعني يوم يقول أنا ما سألتك أنا صيغ السؤال فهمت أنا ما سألتك جاوب سأل ولا لا أنا مثل اللي زبت لك بضحك أسلوبه يضحك يا أخي زياد لا بس ما ينفع له يكون كذا صارم زي أبو كاتم لا بشوف رجل فلاوي ترى طبيعته فله زياد الشهري بس بشكل عام كاركتر وجهه ما ينفع انه يكون عصبي الفقره حقه ناجح بس هو كان المفروض ما قال الكلمه دي انا تمنيت يعني ماشي الكلمه اليوم يقول قال مدى ابراهيم يعني انت بتسوي شوق على حسابي عايشته لا بس قال له يعني تشوفني انت يعني في حاجه شوق 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 عرفت شوقمان
شوق من؟ اسمع شوق من هنا اسمعني خلاص فاهم تحس بيسأل عن شوق ولا ايش؟ لا شوق ليش تقول شوق؟ لا اخطيت عادي عرفت لا والله عرفت ف يعني انا ما رده ايش كان؟ كان هل تعتقد ان زياد يحتاج شوق؟ اي هذا يعني ايه مش مقصده فيها تحس اني انا محتاج لك انك نسوي جو شو على حسابك يعني ايش رايك انت طيب يعني زياد يحتاج ولا ما يحتاج طيب انت ما جيت هنا الا تبي اكيد لا ما يحتاج لا كاريزما ما تحتاج طيب بس انت جيت هنا تبي اكيد شخصيه بطله زياد معروف لا كل فقره تحتاج انت الحين مسوي فقره اللي فقره اكيد تبي شو تبي العالم يتابعون يشوفون فقره كذا هذه فقره لكن الحين ما على حسابك تحتاج حدث انا اقول تحتاج قوه تبيع على حسابي يعني اسئله من اجوبه من يعني يحتاج هذا يحب يسوي شو على حسابك لكن هو كشخص انه ينجح انه يشتغل مو مشروع انت جبتني هنا وانت سالني اسئله وكذا نعم الشو انك تجاوبني بصراحه تتكلم بصراحة لا. أيوة لا لا إيه؟ لا, لا يحق له بس بعلم إذا الشيء يحق له ما افتح البقرة كذا على الفاضي إيه أما تقول لي عدي طبيعي أسئلة يا أخي ما بيقولها خلاص كله ما بقولها حبيبي ما تبي تقولها بس إنه هو حبيبي ما تبي تقولها إيه؟ أطلع برا أطلع ما بيقول لا 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 مش أسلوب يقول أطلع برا ليه بودغارت برا لا لا إبراهيم ترى بعض الشو أجوبه ما جاوب عليها ما جاب ما قصبه يقول هرجوك يعني مثل اللي يقول هرجوك العصافير سمعت في كلام شو جات حضرة الله يسعدها شوف ذا كانها ابو تفله كذا ودي اني كذا هذا الصقري يا منى صغير شفت الصقري يا منى صغير والله اجي اتعلق فوق كتفك الصقري انقل خشمك حسب تمره ها صقري صحيح الصقري صحيح نكر في العصفور اللي قبل ابو تفله يا اخي ودي اني كذا كائن كل الكائنات تحبها الطيور كذا شفت السوم يوم يجي ويوم امشي على الارض كذا الورد ينبت من ابد حلها واحد شيء واحد صقري فل كامل احب رسوم انا ترى تابع رسوم تحب رسوم انا كرتون كرتون رسوم كرتون ما تعرف رسوم رسوم في شيء يضحك ما في شيء يضحك والله والله العظيم اني احب تابع رسومات ترى ما قلت كراتين ايش تبغى انت؟ احط طلب رايك ايش ابغى ذا والله والله مصدق شباب والله العظيم عز يا خشم خشمك ما سالفه الجبن ده يدخل المخ يا اخي حسستني ثوبك شاريه ب 50,000 الحين لا والله بس هذا مو معجب خلاص 20 ريال من بس بسميك ذيب جبن ما طلعت العظيم طلعت حطيت لعب بالشارع والله على خير بيه بابا نام نام زين تمشي بنام يا رجال تعال والله بره بره العزبه مشان ولد صقري اهلا بيه بره العزبه كل العيال تعال امان عشت الجو يا لب يا لب يا صقري ان شاء الله ان شاء الله هذا البرنامج اني لا سيد عليك والله مرحبا ترحب بالبطل راح عند عند الذوت رجعت اسبوع الخير يلا لا يا سلطان مو بطبعك لبك والله ما اجي صقري صقري والله لا اجي صقري الحركه الحركه متكسر مو بني مو خزي تعال الله يعزك تعال بقول لك شيء فهد فهد هذه حركه ترى نقل ايجابي يا لبك اسمع نقل ايجابيه شباب خليكم ايجابيين ابتسم الماركه الشخصيه ما تكلم على المشاهد. أمانت على كشخة قديم ماركة شخصية. نشبت الغامض. شو اسمه سعيد الحارثي نشبت له أنا. كل شيء قلته. كل شيء أقوله أنا. شبت سامة لا لا الأخلاق ما أدري. ختمت الهارد ديسك اللي جاي منه. يلا ما أدري ما أدري مع السلام عليكم. يا ربي يحفظك نوم العوافي. لا هذا مجموعتي الحمد لله. سلطان نقلوك من جنبي. والله ما نعمل عطى الصوت صوت إذا دخلت الغرفة شوف السرير كم فاضي ما عاد فيه رفضت رفض تام إنهم يغيروني من سريري والله أكبر عليك رفضت تام لو يشغلوني وفي لا وين كنت راقي محل من عبود ها أنت عبود عساف عبد العساف رجعت السرير ضارب رايد وذيب وشوف شوف تعال تعال ايه والله ضربه لا حول ولا قوه الا بالله والله فزت شتت نظرت خير نظرت فيهم راحوا هذا تدفى انت لا نبداك مو كذا من يوم شفت الفروه يا راي يا سلطان مغاسل يدي منك
عفاف. اي لبي. على نطخها بالجبن بس. يا رجل حسستني قمت الفروة. والله هذه جايبها من تركيا والله. يا رجل شريها من المحطات العشاية. من تركيا والله. لف عينك. اقرا اقرا. لف عينك يا ذيب. لب والله خشمك. لب والله كبدك. والله يا ذيب انا بقول لك حاجة نبدا خشمك. يا ذيب انا بقول لك حاجة في خاطري قلتها لك وبقولها ما اقولها الا بقولها. الا بقولها. اطالب طلب. انا برد. يا لبي. ابشر والله بري. يا اخوي انا كل ما كذا اتكرر. أمانة ذيب جاك من ذيب اسمعني ذيب والله العظيم اني صادق الحين لو جيتك يا ذيب وقلت ما يدك